السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تجسيد الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة جماعة الخير هنتكلم عن بعض الرؤى الجميلة جدا التي تبشرني بأنني سأكون سعيدا جدا في الفترة المقبلة. رؤى تبشرني بالسعادة في الفترة القادمة إن شاء الله. إيه هي هذه الرؤى يا ترى؟ أو رؤية معنا، وهي رؤية أنني أعد الشاي وأقدمه للضيوف، وصاحب هذه الرؤية البنت العزباء. رؤية فنجان الشاي للبنت العزباء، رؤية أكل اللحم المشوي وإني آكل كثيرا، رؤية أكل لحم الخروف تحديدا، كل هذه الرؤية تبشرني بالسعادة. نعم، رؤية الشاب الأعزب للجزار، مش اللي بيبيع جزر، اللي بيبيع لحمة، أنه يقطع اللحمة ويوزع اللحمة أو توزيع اللحمة من الجزار للشاب الأعزب. هذه الرؤية تبشره بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية إبريق الشاي للمرأة المتزوجة، ما أنتوش ملاحظين شيء؟ عمال أتكلم عن الشاي والقهوة والشاي والقهوة. طبعا الشاي والقهوة من الرؤى المحمودة جدا جدا. طيب، رؤية المرأة المطلقة وهي تطبخ أو تطهو الشوكولاتة، هذه رؤية محمودة جدا تبشرها بالسعادة في الفترة القادمة. رؤية البنت العزباء أنها تجرح يدها في المنام، هذه الرؤية تبشرها بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة لمين؟ للبنت العزباء. وأحيانا رؤية جرح القدم للبنت العزباء. أما جرح الوجه لأي شخص فهي رؤية محمودة تبشر بالسعادة، تخيلوا سبحان الله العظيم. رؤية الزوجة ان هي عطشانة وزوجها بيسقيها، سعادة زوجية سوف تغمر حياتها ان شاء الله تبارك وتعالى. رؤية اكل الشوكولاتة للمرأة عموما تدل على السعادة في الفترة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المتزوجة انها تجرح وجه زوجها، ايضا هذه الرؤية تبشر بالسعادة. رؤية الفواكه وهي موجودة على المائدة، وان كانت رزق وانما تدل على السعادة في الفترة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.